السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مهندس عبد الله مصطفى ودي قناة سيلفي زراعة. لو أنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا فإحنا قناة متخصصة في الزراعة وبنتكلم بشكل أكثر تخصصية في إنتاج أشجار نباتات الزينة. أشجار الزينة اللي بتدخل في زراعة الفلل والكومباوندات وبتدخل في زراعة الشوارع العامة وكمان الحدائق العامة الكبيرة، هي أشجار اللي احنا بنشوفها دايما وبنكون عندنا تساؤل، هي الشجرة دي بتتزرع ازاي او بتنتج ازاي او بتتنقل هنا ازاي. النهاردة هنتكلم في فيديو حصري عن ازاي احنا بنصندق الاشجار الكبيرة او ازاي بننقل الاشجار دي ونخليها سهلة ان هي تتزرع في الشوارع وفي الكومباوندات زي ما احنا اتكلمنا في الاول. طبعا الفيديو ده حصري من مزرعة بنتكلم منها عن طريقة تشجير نخول الزينة، وقلنا قبل كده ان احنا عندنا فكرة ان احنا نزرع بعض اشجار الاخشاب عشان تدي عملية تظليل على النخول، وفي نفس الوقت ان احنا ممكن نقلعها بعد سنتين. لو حد فاكر الفيديو بتاع طريقة ترتيب النخول او دراسة جدوى زراعة فدان من النخل، والفدان ممكن ينتج حوالي 2.5 مليون جنيه كدراسة جدوى من 5 إلى 7 سنوات لإنتاج نخيل الزينة، وقلت إن عندي بعد سنتين ممكن يكون عندي بعض الأخشاب. لو أنا زارع أخشاب داخل النخل، الأخشاب بيكون لها وظيفتين. أول وظيفة إن هي بتعمل لي عملية تظليل، لأن النخول بتحتاج إن الأرض تكون نصف تظليل، وأشباه النخول زي الأريكة الصفراء والربنيل والنخول اللي هي الصغيرة بتحتاج نصف تظليل، فبنزرع بعض الأخشاب عشان تديني تظليل، وفي نفس الوقت بعد سنتين ممكن أقدر أبيع الأخشاب دي تديني مصاريف أكمل بقية السنوات، لأني زي ما قلنا أن زراعة النخول عملية بتحتاج وقت، وقلنا أن المكسب الحقيقي في أشجار الزينة هو الصبر على الوقت وأن هي بعيدة المدى، يعني مشاريع بعيدة المدى فلازم أصبر عليها شوية. فكان عندنا فكرة ان احنا بنزرع بعض الاخشاب داخل النخل، بنبيع الاخشاب دي بعد سنتين، والنخل بعد كده بيكمل معانا وبيكون هو بدأ يضلل على الارض بتاعتي وبيضلل على اشباه النخيل اللي هي بتكون متوزعة ما بين النخل الاساسي. لو انت حابب تراجع الفيديو دراسة جدوى انتاج فدان من نخيل الزينة بيكسب 2.5 مليون جنيه، فالرابط تحت الفيديو. النهاردة هكلمك التساؤل اللي كان بيدور في ذهنك لو حد مش متخصص، ازاي الشجرة بتتنقل. الشجرة بيتم نقلها عن طريق عملية اسمها عملية الصندقة، يعني بنعمل لها صندوق من الخشب زي ما احنا شايفين كده. العمال دولت ايديهم تتلف في حرير، ربنا يبارك لهم يا رب في جهدهم. الناس ديت بتقوم بعملية حفر حوالين العود اللي احنا هنقلعه، وبيجي الفني بطريقة محترفة بيقوم بعمل تدويرة كده حوالين الجذور بتاعة العود الشجر، وبيقطع الجذور وبيسيب الصلاية اللي هي تحت الجذر مباشرة. بعد كده بيجي الفني التاني بيقوم برص الخشب حوالين العود، وبيشد شامبر بلاستيك اللي هو بتاع العجلة، او لو هو معاه حزام بيشد حوالين العود وبيرص الخشب بطريقة فنية حوالين العود. وبعد كده بيجيب الشامبر اللي هو بتاع المسلح، الشامبر الحديد او الشامبر الصاج، وبيلفه حوالين العود وبيشده جامد كويس، وبيسمر الشامبر دوت في قلب الخشب. تمام، بيبدأ ان هو يشد الشامبر كويس ويبدأ يسمر الخشب زي ما احنا هنشوف دلوقتي. الفني بيقوم بعملية التسمير للصندوق، وبعد كده بنردم حوالين الصندوق وبنسقي الارض، وبنسيب الصندوق لحين ما الشجرة تجدر جذور داخل الصندوق، وبعد كده بنفصل الصندوق من تحت. يعني الشجرة بيكون لها جذور متوصلة في الارض تحت، وبنقطع الجذور اللي احنا بنحط الصندوق حواليها عشان الشجرة تنتج جذور جديدة داخل الصندوق، بحيث لما افصل الصندوق يبقى الشجرة جواها جذور جوا الصندوق، بحيث ان انا لو سبتها في الصندوق فترة كبيرة لحين مزرعها في الارض المستديمة الشجرة بتقدر تعيش جوه الصندوق، يعني جذورها اللي جوه الصندوق بتمدها بالمية وبتكون الشجرة عايشة. لو انت حابب بقى تكمل الفيديو للاخر
هتشوف الطريقة الفنية للتدويرة اللي بتتعمل حوالين الصندوق بشكل فني كامل. إذا عجبك الفيديو أرجو أنك تدعمنا بالاشتراك في القناة، وأرجو أنك تدعمنا بزر لايك، لأن زر لايك بيساهم في نشر الفيديو وبيخلي المحتوى يشوفه أكتر من حد. وأسأل الله عز وجل أن يجعله علما نافعا والمعلومة متاحة للجميع ومجانية إن شاء الله للجميع. أي استفسار، أي شتلات، إحنا لدينا جميع أنواع شتلات نخيل الزينة وجميع أنواع شتلات الأشجار في انتظار اتصالاتكم وتحت أمركم. كان معكم المهندس عبد الله مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدة ممتعة لبقية الفيديو، وأرجو أن ينال إعجابكم إن شاء الله.